اذا انت عارف ان العصير ده بيعمل سرطان مش هتشربه، الدواء بيعمل سرطان مش هتاخد الدواء ده. طب ما العلماء قالوا لك ان 99 من سرطان الرئه واللثه والبلعوم والمعده سببهم السرطان، سرطان الايه؟ التدخين، بسبب التدخين. يعني التدخين بيعمل سرطان للثلاث دول بالذات بنسبه 90%. ليه ما بتصدقش الكلام وبتشرب السيجاره ليه؟ يبقى انت محتاج ان انت تفهم هذا الكلام وشوف. لا يعني لما اقول لك ان السيجاره فيها 440 ماده مسرطنه، ماده ضاره، منهم 43 ماده مسرطنه، ومع ذلك بتشربه، بتشرب تدخين. وبعدين لما يجي بقى يجي لك دم في البلغم وبعدت عندك 55 سنه 60 سنه بيقول لك بقى يا ريس دي بقى بادئ السرطان، تقوم سايب التدخين وبدأ السرطان يشتغل عند. طب انت ما سبتوش ليه من الاول؟ فانا بقول للمدخنين خصوصا قبل رمضان دي فرصه ان احنا نبدا رمضان غير مدخنين، حتى يعني يثبتنا الله سبحانه وتعالى من هذه التوبه، من هذا الايه؟ الفعل الايه؟ الحرام، لان هو حرام اساسا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا اضرار، والعلم اثبت ان هذا التدخين ضرر في الصحه، ضرر على الرئه، ضرر في المال، ضرر في السلوكيات، لان ولادك هيقلدوك واصحابك هيقلدوك. وانا بقول اللي عاوز يقلع عن التدخين ما يتحججش يقول لك لا اما رمضان يجي، لا اصلا مدمن، لا اصلا بيحصل لي دوخه، كل الكلام ده كلام يعني غير علمي وكلام غير طبيعي، لان الدخان ما بيعملش ادمان ولا حاجه ولا بيعمل هذا. المطلوب منك كلمه واحده بس، الاراده. انا ما عدتش بدخن، خلاص انتهت القضيه. الاراده، والاراده دي كل فيها وازع ديني، يعني سمعنا واطعنا. انا عاوز اسيب الدين ده، عاوز اسيب التدخين ده من اجل الدين، من اجل ربنا سبحانه وتعالى. هذا الوازع لو انت اخذته هتسيب التدخين. نمره اثنين، من اجل صحتي. نمره ثلاثه، من اجل مالي، عاوز اوفر فلوس لاولادي، عاوز من اجل الاقتداء بيا. يقول لك ده الراجل ده ما كانش مدخن، الراجل ده كانت حياته حلوه. يا اخي حتى الملائكه ما بتنامش في ريحك بالليل ولا تحتضنك بالليل، ان الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم. لما انت تيجي تسلم على واحد وانت مدخن مش عاوز يبوسك ولا عاوز يقبلك، هو قاعد في ريحه وريحه الدخان طالعه منك زي البصل والثوم بالظبط. الملائكه بتتاذى من الرائحه الكريهه، والشياطين اللي بتنام معاك بدل الملائكه. فانا بقول المدخنين، انا بقول فرصه نسيب التدخين قبل رمضان مش في رمضان. انا دايما اقول التدخين اسيبه في الصيام افضل من الصيام. واسال المدخن سؤال، انت ايها المدخن بتصوم حوالي 17 ساعه من غير شرب سجاره واحده. طيب طب ما انت اهو طاعه لله، لما اقول لك احنا في شعبان اهو ابدا ما تقعدش تدخن. طيب لما اكون انا اسيب التدخين وانا مفطر ولا وانا صائم؟ لو انا مفطر، لان ممكن يجي لي صداع اخد حبايه، يجي لي مثلا اي مشكله يعني ايه اكل حاجه، لكن انا صائم. اذا كنت انت بتسيب التدخين وانت صائم طاعه لله سبحانه وتعالى، يبقى احرى لك ان انت تسيب التدخين وانت ايه؟ وانت ما انتش صايم، وتبدا من النهارده وتتوب من التدخين وتشرب ميه كتير عشان تغسل النيكوتين الموجود في الدم، بحيث ان ايه؟ ما يحصلش في تاني ايه؟ يعني اثاره مره تانيه. والموضوع بسيط جدا جدا زي ما قلت، يحتاج الى الرغبه والاراده القويه. واي اراده كما يقول ابن القيم فيها نيه وفيها فعل. ما تقولش انا هسيب التدخين ونويت والعلبه السجاير لسه في جيبك. ما تقولش انا هسيب التدخين وان شاء الله هسيب، لا لابد هسيب التدخين قطعا، النيه وعمل، اجيب السجاره اكسرها وادوسها تحت رجلي كما قال اهل العلم، السجاره تباس ثم تداس. انت اساسا وانت حتى بتشرب السجاره بتبوسها طبقك وتدوس عليه. اذا هي حاجه حقيره، لا تقدر تشرب سجاره في المسجد، ولا تقدر تشرب سجاره قدام امك وابوك، ولا تقدر تقول الحمد لله على شرب السجاير. ليه؟ يقول لك ده حرام. طب ما انت تشرب حاجه حرام اهو، هل تقدر؟ يعني الحرام قليله او كثيره عند الله حرام. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره ايه؟ شرا يرى. ايضا لابد يكون عندنا في البيت حاجه بيسميها ايه؟ شنطه الاسعافات الاوليه، ودي مهمه جدا. يعني شنطه الاسعافات الاوليه دي مهمه جدا. دي برضه نصائح للمرضى ونصائح للاسره المصريه. احنا يعني للاسف الشديد بنعين كل حاجه في البيت. يعني بنعمل مدخرات من نقود، مدخرات من ملابس، مدخرات في الثلاجه من اطعمه. ما بنعملش احنا حاجه اسمها شنطه الاسعافات الاوليه. الشنطه مهمه جدا. يعني ايه الشنطه دي؟ يعني انا في البيت لابد يكون عندي مثلا مضاد حيوي، يكون عندي، ويكون عارف بيشتغل ازاي وجرعته ايه للاطفال للكبار.
يكون عندي في الشنطه دي قطن طبي، عندي جرح، عندي يكون معقم، يعني ايه؟ يعني بتادين او كحول، يكون عندي مقص نظيف، مقص طبي نظيف معقم، يكون عندي رباط شاش، يكون عندي جبيره، يكون عندي جوانتي بلاستيك او مطاط، يكون عندي مرهم حروق، يكون عندي حبال مغص، حبال الصداع ملوش اثار جانبيه متفق عليها، بحيث انا في البيت الاسعافات الاوليه هم جدا، الساعه الاولى الاسعافات الاوليه هم جدا للمريض، سواء في البيت كان طفل او راجل اي حاجه. مشكلتنا احنا في مصر للاسف زي ما قلت عندنا عاوزين الفضائيات دي تعلم الناس الثقافه الطبيه، يعني في الخارج بيعرف يدي ابره صح، في الخارج بيعرف يقيس الضغط بتاعه صح، في الخارج بيعرف يحلل السكر صح، في الخارج ومش طبيب، في الخارج بيعرف يعمل اختبار الحساسيه صح. فالمريض الحاجات دي بتكون مهمه عنده جدا جدا، المريض يبقى يعرف يعني ايه الاكسباير بتاع الدواء، يقرا الاكسباير بتاع الدواء، مش مثلا يكون عنده مثلا ايه جايب شريط للمغص في الصيدليه بتاع البيت دي يعني عشان الاسعافات الاوليه، او جايب مرهم للحروق ومحدش اتحرق بقى له 5 سنين والماده الفعاله انتهت ما يغيرش، لا لابد يكون عندك اسعافات اوليه وفاهم يعني ايه لو حصل حريق اعمل ايه؟ احط ميه ولا ما احطش ميه؟ ها نزيف اعمل ايه في النزيف؟ ارفع ايدي ولا ما ارفعش ايدي؟ نزيف من الانف اعمل فيه ايه؟ انا حصل فيه مثلا دوخه، مريض عنده سكر، طب اتعلم السكر لو سكر ناقص ايه اعمل ايه؟ لو سكر زاد اعمل ايه؟ انا بقول لك في الحالتين ادوله معلقة سكر، لان لو هو المريض اللي عنده نقص غيبوبة نقص سكر وما خدش في خلال 5 دقائق الى 10 دقائق سكر او زودنا السكر بيموت بسبب الصدمه الدماغيه، لكن لو هو عنده زياده سكر لو اديت له انت معلقه السكر مش هيموت، يعني الفتره هتطول وهتنقل المستشفى، هنزود الايه السكر زياده لكن سرعه الايه الموت بتبقى اقل من نقص السكر. الحاجات دي بتكون تعرفها كويس جدا جدا، ازاي تدي حقنه الانسولين لزوجتك او هي تديها لك، الكلام ده مهم جدا جدا من ضمن الحاجات اللي احنا يعني في نصائح كتيره جدا جدا. والمخرج بيقول يعني وقت الحلقه انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين وان يجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.